اوكي مرحبا، معكم راني. هذا هون الشرح من الكتاب، مش من الكتاب. الدرس هون هذا حيكون تطبيق على اللي اخذناه لحد هلا. فيك تعتبر نحن هلا بالدرس 4.3.1، ملحق هو على الدروس. هذا مني انا. بدنا نحاول نحل هون زي ما شايفين قدامنا بالصورة، الصفحة عندي هي معادلة الدرجة الثانية، الجذر يعني، او بسميها معادلة تربيعية، الكوادراتيك ايكويشن زي ما مكتوب عندنا هون عندكم بالويكيبيديا. هلا حل هاي المسألة انه اذا كان عندي A ضارب الاكس تربيع، يعني المجهول تربيع، زائد اي رقم B، اوكي، ضارب المجهول زائد اي رقم C بيساوي صفر. هو بدك تعوض محل هذا، تعوض محل الاكس اللي هو المجهول برقم يخلي كل هالعملية الجمع هاي تصفر، حتى لو كان البي والسي والاي ممكن يكونوا كمان تحت الصفر. تمام. هلا حل المسألة بيطلع هيك على اساس انه تحت هذا الجذر، هاي شحطة الصحة الطويلة، هاي الجذر اللي ما بيعرف يعني هي معناها انه شو هو الرقم اللي بتضربه بحاله بيعطيك اللي تحت الجذر هون، تحت إشارة الصحة الطويلة هاي. اوكي، هاي بنسميها إشارة الجذر للي ما بيعرف. اوكي، باختصار يعني، ما حتكون شغلة انه كبير حتى واحد يحكي لكم عنها ويجي يعمل لكم عنها معلم عليه، عرفت كيف؟ مش اخبي فيها يعني هاي. طيب هلا هون البلس ماينس، يعني الجواب ممكن يكون كل هاي على اساس انه مرة تكون هون عم تجمع الطرفين اللي فوق، او ممكن تكون عم تطرح الطرفين من بعض. اوكي، طيب يعني ممكن يكون ناقص بي ناقص راديكال، هاي شرط الجذر بالانجليزي بسموها الراديكال، راديكال هاي او الجذر تبع اللي تحت هون بي سكوير، يعني بي تربيع ناقص 4 مرات الاي سي، اي ضرب السي يعني. اوكي، او ممكن يكون ناقص بي زائد الجذر التربيعي للبي تربيع ناقص 4 مرات الاي ضرب السي. كل هاي اللي فوق مقسومة على 2 مرتين الاي، عفوا مش على 2 مرتين الاي. طيب وهي الاي والبي والسي شو ما كانت قيمها. طيب هاي اللي بتفترض عليك انك لازم يكون الاي مش صفر، ولا ما فيك تقسم على صفر، وما عندك حل هيك مسألة، بتصير بتحل قاعد لبس لبي اكس زائد سي، يعني هيدي الفورمولا معش الى قيمة. تمام، او هاي العملية الحسابية معش الى قيمة، بصير كانك عم تحل بس كان لو خبيت على هاي هون، اوكي، كان خبيت على اول واحد بطلع كانك عم تقول زي اي شيء ضارب الاكس زائد سي بيعطيني صفر. شو هن، شو هو هذا الرقم؟ طيب هلا على هذا الاساس بدنا نحاول نعبر عن هالحل هذا بالهاسكل. هلا انا جربت ولقيت حل، اوكي هذا هو، لكن انا هلا راح افرجيكم كيف نحن بالهاسكل مع كل المشاكل اللي بتمرق قدامنا، مع الكومبايلر، مع كل شيء بيقول عليه، اوكي راح نحاول نطلعه. طيب هلا في عندي الفانكشن سميناه فايند روتس، بالرياضيات كلمه روتس يعني جذور، يعني الحل تبع هاي المساله، يعني شو ما بتعوض محل الاكس بالفورمولا، اوكي لازم صفر عملية الحسابية اللي هون. تمام، لازم صفرها هاي. اوكي هلا، فاذا الفايند روتس شو بياخد؟ بياخد اول شيء، اول بياخد ثلاث ارقام اللي هن الاي والبي والسي، لانه هدول هن معلومين ما بيكون مجهولين، المجهول هو عندي الاكس. هلا مثل ما لاحظنا مره بيكون الاكس مع زائد، ومره الاكس بتكون مع ناقص، واذا بيطلع لي كمان حلين. اوكي، وهن اصلا عدد الحلول على قد يعني على قد كبر الباور اللي هون، كبر القص اللي هون. اوكي، لما يكون عندي اثنين يعني عندي حلين بالكتير، بالكتيره لما يكون ثلاثه عندي ثلاث حلول بالكتير، عندي 10 بيكون 10 بالكتيره. تمام، طيب نرجع على الكتابه. فإذا عندي ال A وال B وال C بدي أدخلهم، إذا بكون عندي أول إدخال من نفس النوع، أوكي هيدا هون بنحط الأنواع شو ما كانت النوع، أوكي
اوكي بس هني اول ادخال وثاني ادخال اوكي وثالث ادخال كلهم من نفس النوع A. تمام. هلا هدول لازم يرجعوا لي رقمين كمان لازم يكونوا من نفس النوع. ليش كلهم من نفس النوع تبعون B و A و C؟ لانه ارقام، كل شيء ارقام. فلذلك هلا بنشوف كيف بنظبط الوضع. بنقول له اول واحد بده يكون كمان من نفس النوع تبع اول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، وكمان نفس النوع تبع اول واحد، ثاني واحد، وثالث واحد. ماشي. طيب هلا هون هيك بنكون ثبتنا فايند روتس، انه فايند روتس بياخذ ثلاث ارقام. طيب هلا فايند روتس لازم يكون شو بياخذ بالاساس؟ لازم ياخذ التايب، لازم نحدده تبع الايات هذول. اوكي لانه كلهم على نفس النوع، فلازم نحدد الاي شو طبيعتها. اوكي مشان هيك بنحط نحن تايب كلاس هون، بنحط نام تبع اي وبس، على اساس انه الاي مستعمل، النوع هذا اي مستعمل بهاي المطالح. ماشي. هلا شو بقول له انا؟ فايند روتس هو عباره عن اي مع بي مع سي، هدول المدخلات تبعته. اوكي باراميترز تاعونه بيساوي شو؟ مفروض يساوي لي شو؟ اكس 1 اول حل واكس 2 ثاني حل. طيب هذا بالمفترض، لكن فينا نبلش نقول بس هيك على العمياني يعني، نقول له بحيث اوكي وير، نكبس انتر كمان، انه الدلتا بتساوي اللي هو تحت الجذر، تحت اشارة الجذر الراديكال، اللي هو بي سكوير ماينس 4 ضرب سي ضرب اي ضرب سي، والاكس 1 هي بتساوي شو؟ ناخذ كل الماينس بي بلس اس كيو ار تي تبع الدلتا. اوكي وكلها هاي شايفين كيف مطويله على مرتين، خلينا نفتح لها هيك عشان تعرفوا، مرتين الاي. تمام. هلا كمان هاي بروح كاتبها هي ذاتها، بس شو مرة بالناقص مرة بالزايد وتو. طيب هلا هو رقم الاي عبارة عن رقم، بياخدهم رجع لي شو توبل هيك. تمام. هاي بدكم تنتبهوا، اذا دخلتوا هون اي واحد من الاي والبي والسي بالناقص يعني سالب، حطوه بين قوسين اوكي مع الناقص. تمام. فاذا يعني بتصيروا تحطوه هيك ماشي مثل هاي. طيب هلا انا شو رح اعمل؟ رح ارجع واعمل اعاده تحميل للبرنامج للملف اوكي بالذاكره، فاعمل له هيك. هلا طلع عندي شو اشكاليه. طيب شو هي الاشكاليه يا سيدي؟ متطلع وين اول سطر بطلع فيه مشكل؟ عاد بعد اول ما عمل كومبايل، شوف اول سطر بيقول لك في كومبايل ما قدرش، هون شو قال لك؟ could not deduce floating arising from the use of sqrt. طيب sqrt هون عنده اياها شو؟ float، والنمبر اللي انت حاطه ممكن يكون اي نمبر فمش عارفه، فانت بقول لك شو حدد لي اياه بعد. اوكي لان السكوير روت هيدي هون الجذر التربيعي بيكون float، فاذا هو مش اي نمبر لازم يكون شو اكثر، عم بتحيرش انت بس حدد له اكثر، بس لازم تحط له شو floating، في floating اوكي وفي real float وفي اللي بدكم اياه. اوكي انتوا عم تكتبوا في real اوكي بيكون real number. تمام. اي real number، اي رقم حقيقي يعني، مش بفواصل ان شاء الله يكون، مش جاي من كسع، جاي من جذر تربيعي، عرفتوا كيف؟ ف مثل رقم الباي. اوكي طيب هلا دائما بس اخلص الكود بسيف، دائما بطلع شو مره ثانيه. طيب ها كمان بعد مره انا بس اتاكد ان عملنا سيف بس. اوكي رح تحرك شوي انا عارف، بس هي هون نعمل كومبايل، اول سطر كومبايل بيطلع معي. طيب بعده عم بيقول لي هيك، انا حطيت ريل، هو شو بده؟ بده فلوتينج، فبتمشي مثل ما هو بده. اوكي
مش الحال، شايفين؟ اوكي موديولز لودد مين، اللي بده اياه بتحدد له اياه، اوكي ما تمشي من عندك. تمام. طيب هلا هون شو صار فينا نعمل؟ صار فينا نقول اوكي صار يطلع لي الحساب هيك، ماشي؟ يعني اول رقم هو تقريبا فاصل ثلاثة، وتاني رقم او فاصل ثلاثة اربعة زي بدك تقول، وتاني رقم هو شو؟ الواحد الناقص واحد. لو احنا مثلا هاي الها دائما قاعدة، اذا بيكون عندي ايش اسمه الاول زائد الاخراني، يعني اذا ال A وال C جمعهم بيساوي اللي بالنص، واحد الجذور احد الحلول، دائما لازم يطلع ناقص واحد. لكن اذا كان مثلا حطيت هيك وحطيت هيك، تمام، اذا جمعهم كلهم ده ال A وال B وال C صفر، اوكي يعني واحد منهم لازم يطلع واحد والتاني له حسابه، اوكي. مشان هيك هذا شايف كيف لان غلط حطيته، فاذا بدك تحطهم هيك بين اقواس، هاي راح تنسوها كتير اكيد، لانه انتم معودين تكتب خلص ناقص واحد تمشي، اوكي. شايفين احد الحلول شو بيطلع؟ واحد، والتاني ناقص التاني، اوكي. على كل شو ما كان، هلا اوكي هلا شو بدنا نعمل بهالحاله؟ نحن عندنا مشكله بالدلتا. الدلتا لازم تكون دائما 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 شو؟ بوزيتيف، لازم تكون دائما موجبه. ما فيك تعمل يعني ما فيك تقول شو هو الشيء اللي بتضرب حاله بيعطيك ناقص واحد، اوكي. دائما واحد ضرب واحد بيعطيني واحد، اوكي، بس ناقص واحد ضرب واحد بيعطيني شو؟ ناقص واحد، وناقص واحد ضرب ناقص واحد بيعطيني شو؟ واحد. بس مثل ما لاحظتوا عم نقول ناقص واحد ضرب واحد يعطيني واحد، اذا ما في شيء بيقول لك انه يعني ناقص واحد، يعني عايد مرة تانية انه ناقص واحد ضرب واحد يعطيني ناقص واحد، اذا ما في شيء رقمين شبه بعض، يعني ناقص واحد ضرب ناقص واحد عم بيعطيني واحد، ما عم بيعطيني ناقص واحد، هي الاصول. تمام؟ اوكي؟ ما فيني اعمل هيك كمان مرة عشان ما اضيعش، واحد ناقص واحد ضرب واحد بيعطيك واحد، لكن ناقص واحد ضرب ناقص واحد اوكي بيساوي شو؟ هون بيعطيني عفوا، هون بيعطيني ناقص واحد، هون بيعطيني واحد، اوكي؟ ماشي؟ هي بتخربط شوي لما بحكي لكم. طيب فالفكرة ما فيها انه ما في شيء رقمين شبه بعض ليعطيك ناقص واحد، اوكي. وشو ما بتضرب هون اي رقم كان بالواحد هاي يعطيك النتيجة هاي. تمام. طيب فإذا كيف بدنا نكمل بهاي العملية؟ هلا هون شو بنعمل بهالحالة؟ بدنا نصير نقول بطريقة نستعمل فيها الجاردز حتى لي نصير نقول إذا مسموح أو مش مسموح. تمام؟ فبنعمل التالي، بنقول نعمل هيك، بنفتح هيك شوي بشوي التاب، اوكي، وبنقول له نفتح جارد، وبنقول له بتساوي، بنقول له لما يكون عندي الدلتا اكبر او بتساوي صفر، يعني في روت فيك تطلع عنه جذر شيء يضرب بحاله يعطيك هذا الرقم دلتا، اوكي، بيساوي شو؟ ال x1 فاصل x2، ولازم شو تعمل؟ بدك تشيله لهذا لانه هو هيك بدك تعطي النتيجه من خلال الجارد، اوكي؟ وبتعطي كمان هون بتقول له otherwise غير اي شيء ثاني، طبعا لما تصير الدلتا نيجاتيف
اوكي بتعطيه بتقول له يساوي ايرور، بتعطيه خلص خطأ، رسالة خطأ، وبتقول له بالانجليزي cannot يعني ما بقدر give you an answer in real float. اوكي real numbers are real float whatever، يعني رقم يكون real float real رقم، اوكي رقم حقيقي ما بيقدر يعطيك، بصير بده يفوت بالاعداد الخياليه. اوكي بدك تصير تفترض انه هي بيناتنا، انك تصير تقول ناقص i او عفوا بدك تفترض رقم خيالي اللي هو i اذا ضربته بحاله اوكي يعطيني ناقص واحد، تمام؟ فبتبلش تحل على اساس انه في عندك رقم i ما بتعرف شو هو بس بتحل انت. اوكي هاي زي فلسفه صارت، وممكن توصديك لاشياء بتتعلق بالكهرباء، بتتعلق بحسابات الكهرباء وهيك. اوكي فاحنا بسبب هالرقم الخيالي اللي متخيله عم يطلع معي الاشياء اللي بنعرفها نحن بالكمبيوتر وهيك، تمام؟ فبيطلع معي هيك مره ثانيه، تمام؟ فبهذه الحاله فيني اعمل لود مره ثانيه للفانكشن. اوكي خلينا نشوف هلا شو صار عندي هون. شوف يا سيدي شو عم لك، cannot deduce ord a from a use of الاكبر او بيساوي، يعني صار لازم اثبت التايب كلاس عندي انه ال a التايب تبعها لازم يكون شو ord. اوكي انتبهوا انت عم تكتبوا لانه كنت عم خربط هيدي، تنسوش تحطوا انت لانه ببالك بتقول 2a ما بتكتب الضرب، فانتبهوا انت عم تكتب. اوكي فاذا هون بنعيدها مره ثانيه ولودد، وهلا صار فيك تعمل شو الحل اللي انت بدك اياه. هلا اذا حطيت مثلا انا الارقام كلهم ناقص اوكي او عفوا هون ناقص هيك ما بيعطيك انسر، ما هي نفسها لو شلت النواقص كلهم لان عم تضرب بصفر انت بناقص واحد، فاذا ان هدول كلهم على بعض ما حيعطوك نتيجه، فبيعطيك الاكسبشن، تمام؟ بيعطيك مطرح ما في رساله الخطا، تمام؟ فهذا هو الدرس، ارجو تكون استمتعتوا معنا، ما تنشغلوا بسكايب اللي مرقت، انا اسف مضطر اطلع الفيديو زي ما هو، اوكي؟ ما في شرح مره ثانيه على الفاضي بتصير، اوكي؟ ف ويا ريت تكبسوا على سبسكرايب على شو اسمه بعد؟ اي وعلى الكومنتس وعلى اللايكس وعلى يعني الدعايات تكبسوا لنا هن، الله يكرمكم والسلام. اوكي ما تبخلوا علينا باي شيء من الاسئله، اوكي ضروري وحلوا قد ما فيكم مسائل، شو ما شوفوا مسائل على النت روحوا دوروا عليها وحلوها. سلام.